كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا، واجعل الفردوس الأعلى مستقرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأعتق رقابنا من النار. اللهم أصلح شباب الإسلام ونساء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، واجعلهم من البارين، واجعلهم من الطائعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتنا، وثقل ميزاننا، وحقق إيماننا، وحقق أمانينا، وارفع درجاتنا، وتقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا،
ولا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصل اللهم وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.